طيب إن شاء الله مكملين مع بعض برنامج هندسة العمارة المستدامة، والنهاردة هنتكلم على موضوع الذكاء الاصطناعي. وأي حد عنده أي أسئلة أو أي استفسارات يسأل، ما يستناش لحد ما يخلص. تمام؟ طيب إحنا دلوقتي لو جينا نبص على التكنولوجيات الحديثة اللي موجودة هنلاقي إن عندنا حاجات كتيرة جدا ممكن كل واحد فينا يركز على حاجة فيها. يعني ممكن واحد فينا يركز على إنترنت الأشياء. حد سمع المصطلح انترنت الاشياء ده يقول لنا ايه هو؟ حد يقول لنا ايه هو انترنت الاشياء؟ انترنت سينجز اللي هو بقدر مثلا اربط البيت بتاعي بكذا حاجة على سيستم واحد زي الثلاجة، النور، الابواب. مظبوط، تمام، الله ينور، تمام. عندك مثلا السيارة، يعني كل حاجة تبقى متصلة بالانترنت، تمام. يعني الثلاجه اوتوماتيك تعرف ايه الاكل اللي موجود وايه اللي ناقص، وتقول لك مثلا طب انا اعمل لك النهارده بيتزا، تمام، فتبدا تشوف ايه الحاجات اللي ناقصه وتبعتها للسوبر ماركت وتجيب لك الحاجات اللي انت محتاجها عشان تعمل الاكله ديت وتعمل لك الاكل، تمام. ده انترنت الاشياء. اللمبه مثلا اول ما انت تدخل سنسور ممكن كمان بالصوت، ودي تكنولوجيا بقت موجوده على كل المواقع، تقدر تدخل تشتري اللي انت عايزه، تمام، تقدر توصلها بالموبايل وحاجات كتير قوي. فممكن واحد مهندس يعمل التخصص بتاعه في انترنت الاشياء. انا مهندس متخصص في انترنت الاشياء، هو ده التخصص. بعد كده في الروبوت، اعرف واحد برضو مهندس ومهندس انشائي اتخصص في الروبوت، ان هو بدأ يجيب روبوت ويدربه ان هو يشيل حاجات ويطلع بيها حاجات وبيأجرها مثلا للشركات اللي شغاله في قطاع المباني، بحيث ممكن تكون في مكان صعب يطلع فيه فهو يخلي الروبوت هو اللي يطلع الحاجات. في الواقع الافتراضي ان انت بتلبس نظاره وكانك موجود جوه المبنى قبل ما يتبني، يعني مبنى لسه هيتبني تلبس النظاره وكانك موجود جواه. طبعا كل الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها دي مرتبطه بالذكاء الاصطناعي. يعني الذكاء الاصطناعي بيخليك تاخد اداء احسن من الانترنت الاشياء، تاخد اداء احسن من الروبوت، تاخد اداء احسن من الواقع الافتراضي، تاخد اداء احسن من العربيات ذاتيه القياده، تمام. ازاي بقى؟ ان انت مش كل حاجه تقعد تدربها، يعني احنا في اللي هو البرمجه العاديه لازم كل شويه تقول له اعمل كذا، ولو لقيت كذا تعمل كذا، ولو ما لقيتش كذا تعمل كذا، فبتكتب اكواد كتير قوي. انما في الذكاء الاصطناعي خلاص مفيش القصه دي، هو بيبقى بيتعامل لو في اي مشكله حصلت. وضحت الفكره؟ يعني الذكاء الاصطناعي لو حصل مشكله هو او لقى حاجه هو ما اتدربش عليها، هو اوتوماتيك يبدا يفكر ويقدر ان هو يحلها، تمام. دي بعض الأمثلة للذكاء الاصطناعي. عربيات ذاتية القيادة، لو حد عندكم معاه آيفون هيلاقي سيري، لو معاك جوجل هتلاقي اللي هو بتاع جوجل دوت، بتضغط عليه يقول لك اكتب لأي حاجة، تمام. فبتقول مثلا I am hungry, where is the nearest restaurant؟ بقول له أنا جائع وعايز تقول لي أقرب ريستورانت، فراح جايب لي اقرب مطاعم موجوده بحيث ان انا اقدر اروح، تمام. فهو بقى الذكاء الاصطناعي مش لازم يبرمجه حاجه حاجه، لا هو اوتوماتيك يبدا ايه كل ما بتعامل معاه يتعلم مني، تمام. طيب الذكاء الاصطناعي، قبل ما ندخل على كلمه الذكاء الاصطناعي عايزين نعرف ايه هو اصلا الذكاء. يعني لو احنا قلنا الطفل ده ذكي او الانسان ده ذكي، ايه هو اصلا الذكاء؟ الذكاء هو ايه؟ ان انا اقدر ادرك الاشياء، اتعلم الاشياء، عندي استيعاب للحاجه. في تعريفات كتيره بس هي دي الاقرب للفهم، ان انا اقدر اتعلم موضوع جديد، ان انا اقدر احلل الحاجات اللي بتحصل، ان انا اقدر اكتشف واستفاد من التجارب السابقه، او ان انا اتعلم من تجارب الاخرين، هو ده الذكاء. في بقى الذكاء الاصطناعي ان انا بحاول اخلي الاله تتعامل زي العقل البشري. انا هخلي حد فيكم يبقى كوهوست بحيث يساعد لو حد طلب الدخول وانا ايه مش شايف، تمام. طيب تمام طيب فالذكاء الاصطناعي هو ان انا احاول اخلي الآلة تقدر انها تشتغل وتفكر زي الدماغ البشري. ده اللي هو الذكاء ايه؟ الذكاء الاصطناعي.
خلي بالك هو مش ذكاء صناعي، هو ذكاء اصطناعي، يعني ما قدرش يوصل ان هو يبقى ذكي، بس بيحاول اصطناعي، بيحاول ان هو يفهم ويحاول ان هو يستوعب الحاجات. تمام، زي سيري، زي اليكسيا، اليكسيا دي بتاعت امازون، السيارات ذاتية القيادة، كل الحاجات دي بتحاول انها تفهم وتفكر زي الانسان. طيب بداية الذكاء الاصطناعي كان سنة كام؟ حد يقدر يقول لنا؟ تتخيلوا بداية الذكاء الاصطناعي ده كانت سنة كام؟ كانت سنة هو في كام؟ التسعينات، هو في التسعينات بس مش عارف كام بالظبط. طيب حضرتك كنت قايل قبل كده. الذكاء الاصطناعي كان بدأ مع الحرب العالمية الثانية. السياسيين عندهم استعداد يدفعوا فلوس كتيرة قوي في الحرب، فالتطور الكبير اللي حصل في الذكاء الاصطناعي كان أثناء الحرب العالمية الثانية، لأن هم فتحوا لهم ميزانية مفتوحة، سواء في القنبلة الذرية اللي اترمت على هيروشيما وناجازاكي، بدأوا يحاولوا يخترعوا كمبيوترات قوية. وبرضه حاجة تانية، الذكاء الاصطناعي كانوا عايزين يفكوا الشفرة بتاعت الألمان سنة 1944. تمام، كان بدأوا ان هم واحد اسمه ألان تورينج يعمل آلة تفك الشفرة اللي بيعملوها الألمان. ده كان في فيلم بيتكلم عن القصة دي، ان هو كل يوم بيغير الشفرة، فانت بتقعد اسبوع تفك الشفرة يكون هم عملوا شفرة تانية. فهو اخترع آلة ذكاء اصطناعي تعكس الشفرة وتقدر تقول له هي الشفرة عاملة ازاي. طيب بعد كده في مؤتمرات حصلت، وفي واحد اسمه جون ماكارثي هو ده اللي عمل مصطلح الذكاء الاصطناعي سنة 1956. هم كانوا ساعتها ما كانش في كمبيوترات قوية، وما كانش الكمبيوترات انتشرت، فهم كان فكرهم ان اي كمبيوتر هيبقى ذكاء صناعي، يعني الكمبيوتر هو اللي يفكر. كانت واحدة قريبتي كده اشترت كمبيوتر، فكرها ان الكمبيوتر دوت تقول له الطماطم في عند الناس اللي بيبيعوا طماطم تحت في الشارع بكام، فهو يقول لها يعني كلي المعرفة ويقدر يجاوب على أي حاجة. لو أي حاجة ضايعة في البيت تقول له لو سمحت الشبشب فين، يقول لها هتلاقيه في المكان الفلاني، خالتي هتيجي في البيت ولا بره. فهي كانت فاكرة كده، فما كانش لسه الكمبيوترات عرفنا بتعمل ايه وما بتعملش ايه. طيب بعد كده بدأوا يقول لك الذكاء الاصطناعي دوت ان هو انت تلعب مع شطرنج، قال لك الشطرنج دي لعبة الذكاء والحاجات دي كلها. وفعلا جابوا احسن واحد بيلعب شطرنج في العالم كله، كاسباروف، وقعد يلعب كذا ماتش وهو كسب الكمبيوتر، فقعدوا برمجته والكمبيوتر كسبه في الاخر. فساعتها الراجل طلع بفكرة حلوة قوي، ان احنا هنعمل تيم من الانسان والكمبيوتر. هو كده يعني انت والكمبيوتر بتتعاونوا مع بعض، مش داخلين منافسة مع بعض. انا والكمبيوتر هنصمم البيت، بس في الاخر الراي الاول والاخير ليا في التصميم. يعني احنا هنشوف ادوات للذكاء الاصطناعي هتساعدني كتير جدا في كل حاجه. انا مثلا النهارده كان في ايميل عايز ارد عليه، رحت قايل له رد، فكتب لي الايميل، بس ما بعتش الايميل غير لما قريته واتاكدت ان هو ده اللي انا عايزه، فقلت له ابعت. ليه؟ ممكن بالغلط يورطك في ميعاد مثلا وانت مش واخد بالك. فالذكاء الاصطناعي في الاول وفي الاخر هو اداه بتساعدك، مش هو اللي يصمم لك حياتك. طيب كان من ضمن برضو الحاجات الرهيبة ان السعودية ادت الجنسية لذكاء صناعي او روبوت، السعودية ادت الجنسية، فده لازم نفكر فيه. ده كده اصبح اللي هي كانت اسمها صوفيا، الناس الفيديو بتاعتها انتشرت بشكل رهيب. دي كده انت لو جيت تشيل منها الفيشة القانون ممكن يحاكمك ان انت يعني ده انسان وسعودي واخد الجنسيه، فانت ازاي بتعمل معاه حاجه زي كده؟ تمام، بقى اصبح ليها حقوق لان هي واخده الجنسيه. ماشي، طيب عشان نعرف الاله دي ذكيه ولا لا، في كذا اختبار، اشهرهم اختبار تورينج. قال لك لو انت اتصلت بحد وقعدت تتكلم معاه وانت ما عرفتش ان الحد ده انسان ولا روبوت، يبقى ده كده عدم الاختبار. يعني الاختبار ان انا اقدر اعمل مثلا حاجه ترد على الناس اللي عايزه خدمه مثلا معينه، مثلا بتتصل باي شبكه اتصالات واللي قدامك هو كمبيوتر ويقعد يتكلم معاك بانفعالات وكتابات وهو الحاجات دي كلها، وانت مش واخد بالك هو كمبيوتر ولا انسان. تمام، طيب في لعبه اللي انتوا شايفينها دي بيقال انها اقدم لعبه في العالم، يعني بيقال ان عمرها 7000 سنة، السنين بيقولوا إن عمرها 7000 سنة. الجميل بقى فيها إنها الحركات بتاعتها أكتر من الشطرنج،
في حد انا بيعرف يلعب شطرنج؟ انا وانا ما شاء الله، في كتير اهو. تمام، كويس. طيب الشطرنج يعني كل حركة، يعني كل العسكري بيبقى ليه مثلا حركات معينة، حركة واحدة مثلا الوزير ليها بعض الحركات وبتاع ده، بدل ليه كل قطعة لها 200 حركة، وصعبة جدا. الجميل بقى اللي انا عايز اقول لكم عليه، ان اللي برمجوا الذكاء الاصطناعي ما يعرفوش يلعبوا اللعبة دي. يعني ايوه الشير سكرين مش باين، بس الشير سكرين. طيب خلينا نعمل شير سكرين تاني. شير سكرين. طيب حاضر. هو كل ده ما كانش باين؟ ما كانش باين من الاول. طيب خلاص باشا، طيب كويس انت قلت لي. انا ماشي، معلش انا على العموم مسجله الحاجه. طيب الجميل ان المبرمجين ما يعرفوش قواعد اللعبه، هم خلوه يتفرج على المباريات مع نفسه، قالوا له اللعبه دي احنا مش عارفينها، خد الفيديوهات اتفرج عليها، العب مع نفسك. يعني بيخلي الكمبيوتر يلعب مع نفسه ويتعلم مع نفسه والحاجات دي كلها. وخلوه يلعب مع مين بقى؟ مش واحد عادي، مع بطل العالم في اللعبه بتاعت اللي هي تشي، تمام، او بيسموها جو. وفعلا انا اتفرجت على الفيلم بتاع المباراه ده كاملا يعني. ففي حركه كده بيسموها حركه 37، هو كل واحد فيهم بيلعب والتاني بيستنى والتاني يلعب. فالشاب الصيني دوت قال لك ايه، انا هخرج اشرب سجاره كده، فخرج اشرب سجاره ورجع عشان يكمل لعب. لا، الكمبيوتر لعب حركه غريبه، حركه بالنسبه له غبيه، فهو مش قادر يفهمها ليه الكمبيوتر غلط في الحركه 37. فقال لك بس يبقى كده البرمجه غلط وانا هقدر افوز. كان فرحان قوي. اللعب اكتشفوا ان الحركه دي خدعه استراتيجيه ما حدش عملها قبليه، يعني الكمبيوتر اخترع حاجه مش موجوده اصلا، زي مثلا خدعه نابليون مثلا، او ان انت تضحي بالوزير في مقابل ان انت تكسب الوزير ده احسن قطعه في الشطرنج، تكسب المباراه كلها وتقضي على الملك. فقدر يخترع حاجه احنا ما كناش نعرفها. تمام، فدي حركة 37 دي كانت الثانيه اللي الناس ادركت فيها ان الكمبيوتر عنده قدره ان هو يفكر، وان هو مش بيحفظ الحركات ويعملها خلاص، لا ممكن يعمل لنا حركه احنا ما كناش نعرفها. طب ده دكتور يتسمى ان هو وعي؟ لا مش وعي، هو عباره عن ان هو بدا في احنا هنتكلم عن الذكاء الاصطناعي، اتكلمنا عنه، في حاجه بقى اسمها التعلم الالي، وفي حاجه اسمها التعلم العميق. التعلم الالي ان هو بيتعلم برضو من الحركات بتاعتك، ويبدا ان هو يستنتج حاجات، ويبدا ان هو مش لازم تبرمجه. الفكره كلها في البرمجه ان انا بقعد اديله اوامر، وممكن يكون الكود سهل لكن انا كل شويه اقول له ايه، لو ما حصلش كذا اعمل كذا، اللي هي قاعده اف. لو انت مثلا دخلت ولقيت حد مثلا كتب كذا اعمل كذا، يعني مثلا لو احنا افترضنا الشاشه العاديه اللي بتظهر بيقول لك اكتب الاسم والباسورد، طب اقدر الراجل كتب الاسم كله ارقام؟ اقول له لا، ما ينفعش تخش ارقام، فدي لوحدها. الذكاء الاصطناعي بقى مش لازم اقعد ابرمجه الحاجات دي كلها، انا بديله الاساسيات وهو يبدا يتعلم مع نفسه. ماشي، هو ممكن بقى تستخدمه في ايه، ان هو مثلا يتعرف على الوجوه، تمام، يتعرف على الحاجه مش مظبوطه، مثلا حد مثلا مرتبك في المطار وهكذا. عربيه ذاتيه القياده، عربيه ذاتيه القياده دي بتحلل 1 جيجا من البيانات، يعني بحلل كل الصور اللي حواليه، وبتتحرك ولا متحركش ولا ثابته، ويمين وشمال وورا وقدام، والسرعه، وده انسان ولا مش انسان، قصه كبيره جدا. تمام، فاحنا عندنا ذكاء صناعي، في ذكاء صناعي ضيق اللي هو عباره عن ايه، بيعمل حاجه واحده. يعني هو الذكاء الصناعي ده عشان مثلا الشطرنج لو اديته اي لعبه ثانيه مش عارف يلعبها. في ذكاء ثاني عام بيقدر يعمل شويه مهام. الاخير ده بقى اللي الناس بتخاف منه، اللي احنا لسه ما بنقربش منه خالص، بعيد عنه خالص، اللي هو ان هو يبقى الذكاء بتاعه اقوى من الانسان. يبقى احنا دلوقتي فين؟ في الذكاء الاصطناعي العام، ولسه بنحاول نجتهد فيه، لسه في اوله. طيب في حاجه بقى اسمها تعلم الاله. تعلم الاله ده عباره عن ايه؟ جزء من الذكاء الاصطناعي. يعني الذكاء الاصطناعي جواه حاجه اسمها التعلم الالي. طب الذكاء الاصطناعي فيه ايه تاني غير التعلم الالي؟ في ان هو يحول الكتابه لصوت، تمام، يعني انت عمال تكتب وهو يحول الكتاب دي لصوت، بحيث ان انت تضيفه على الفيديو مثلا، او تبعته لحد، او العكس، عندك حد مثلا، انا مثلا عمال اتكلم كتير وبرغي وبتاع،
فهو ممكن يحول الكلام ده لكتابه، ده نوع من انواع الذكاء الاصطناعي. ممكن تديله صوره وهو يقول لك يوصف لك الصوره. يعني انا مثلا في مره دخلت على احد المواقع واديته صوره لسوق كده مثلا، وكان فيه شويه اكل، فهو قلت له قول لي الاكل ده، فقال لي مثلا في طماطم وفي خيار وفي سمك وحاجات زي كده. قلت له طب ايه الاكلات اللي ممكن اعملها من خلال الحاجات دي؟ فبدا يقترح عليا ايه الاكلات اللي تتعمل لو انا عندي الحاجات دي فعلا في المطبخ بتاعي. فدي من ضمن الحاجات. ماشي، هنخش برضو بعد كده في التعلم العميق، بس الفرق الذكاء الاصطناعي ده المظله الكبيره جواها حاجات كتيره، منها التعلم الالي. جوه التعلم الالي ده بقى ايه؟ التعلم العميق. ماشي، فالتعلم الالي ان احنا الالات تقدر انها تتعلم ازاي تحلل البيانات، وتقدر تفهم البيانات اللي انا مديها لها، وتقدر تتعلم حاجه هي ما تعرفهاش قبل كده. يعني مثلا ايه، انت دلوقتي بتعمل تصميم وشغال على الاوتوكاد او الريفت او اي برنامج، هو اكتشف ان انت ما فيش غرفه غير لما بتحط جواها باب، خلاص هو اوتوماتيك اي غرفه لازم يحط لها باب من غير ما تبرمجه، هو اكتشف الموضوع دوت. اكتشف ان انت بتحط الشبابيك بمقاسات معينه، خلاص هو اتعلمها. فهي دي فكره التعلم الالي. واضحه لغايه كده؟ يعني التعلم الالي ان الكمبيوتر هيتعلم حاجات انا ما قلتلوش عليها. طيب بالله، عندنا التعلم الالي او الماشين ليرنينج في انواع كتيره، بس هو الاساسي معايا السوبرفايزد ليرنينج، اللي هو عباره عن ايه؟ ان انا بديله البيانات منظمه، مثلا بديله مثلا 100 صوره قطه و100 صوره كلب، تمام، واقول له تعلمهم كويس. وبعد كده لما اديله صوره قطه او كلب غير الصور اللي انا اديتها له، يعني صوره جديده هو ما شافهاش قبل كده، هو اوتوماتيك يقدر يعرف دي قطه ولا كلب. تمام، الان سوبرفايزد ليرنينج ان انا بديله الداتا كلها من غير ما اعرفه حاجه، وهو بيبدا يكتشف ايه الحاجات المشتركه بين دول. يعني هديله صور كتير قوي وهو يبدا يكتشف ان دول ليهم ودان قصيره، ودول ليهم ودان كبيره، دول مناخيرهم كبيره، دي مناخيرهم صغيره، دول لونهم اسود، ده لونه ابيض. تمام، فهو لوحده بيبدا يحلل البيانات. يبقى انا سوبرفايزد، يبقى انا بوجهه وبعرفه كل حرف موجود ازاي. ان سوبرفايزد ليرنينج مش بعرفه، بديله الحاجات وهو يبدا ان هو يحطهم في كلاستر، يحطهم في اقسام. في عندي حاجه تانية، كل الحاجات دي هوريكم امثله ليها ما تقلقوش. الري انفورسمنت ليرنينج ان انا بدخله لعبه، يعني لعبه مثلا بدخله واقول له العب، اول ما بيدخل يبدا يتعلم، لما بيموت يكتشف ان الحركه دي غلط، لما بياخد نقط يكتشف ان الحركه دي صح فيكررها، فهو يبدا ان هو يتعلم مع نفسه. طيب نشوف امثله على كده. هنا انا اديته تفاح وقلت له دي تفاح، فهو عارف ان دي تفاح. هنا ده الاولاني اللي هو الموجه او المعلم او السوبرفايزد ليرنينج. الان سوبرفايزد ليرنينج انا هديله السله كلها تفاح وموز وبرتقال وكل حاجه، وهو يبدا يوجد العلاقه اللي بينهم، يبدا يعرف دي كذا، دي لونها كذا، دي حجمها كذا، فيبدا ان هو يفرق بينهم. تمام، ده الفرق بين السوبرفايزد ليرنينج والان سوبرفايزد ليرنينج. مثلا انا عندي في السوبرفايزد ليرنينج هدي له البيوت واقول له دي مباني سكنيه، ودي مباني مثلا هيبقى فيها مكاتب، فهو اوتوماتيك قدر يفرق بينهم وقدر يستنتج. لو اديته اي مبنى بعد كده يكتشف المبنى دوت، هل هو مبنى سكني ولا مبنى تجاري. ده بالنسبه للسوبرفايزد ليرنينج. الان سوبرفايزد ليرنينج انا بديله كل الحاجات وهو يبدا يوجد كلاستر كده، يقول لك المباني اللي هي مثلا دور واحد هتبقى دي فيلل، المباني كذا، يبدا يوجد الحاجات المشتركه عشان يقدر يفرق بينهم. طيب ده مثلا ده برنامج انا دربته على نفسي، وحط لكم الفيديو اللي انا دربت نفسي عليه. يعني ايه؟ قلت له مره انا عايز اشرب قهوه، فشغلت كاميرا وانا بشرب قهوه، وشويه وانا ما بشربش قهوه، وسجلت الصور دي وسجلت الصور دي، وبدا هو يتعرف لما يشوف الصوره يعرف انا بشرب قهوه ولا ما بشربش قهوه. تمام، ابسط حاجه لكده واللي اتنفذت فعلا نقدر نقول الناس اللي هي مثلا داخل محل وانت مش لابس ماسك، هو مسجل عنده في الذكاء الاصطناعي الناس كلها لازم تبقى لابسه ماسك، فلو واحد دخل وهو مش لابس ماسك يبدا يدي نور ويبدا يدي الارم ويبدا يدي انذار.
ده مثلا اتعرف على الامراض بتاعت النباتات، فاول ما يشوف لون مختلف او في تشوهات في الورقه يبدا ان هو ينبه. طيب خلينا نشوف الموضوع دوت. ده برنامج اللي انا كنت دربته على ان هو مثلا يعرف ان انا بشرب قهوه ولا ما بشربش، اهو بيبدا يكتشف الاشكال ويبدا يكتشف المهارات والحاجات دي كلها. عايزكم تتدربوا عليه لان هو سهل جدا وبسيط وما فيهوش اي مشاكل خالص، بس هيشرح لك الفكره. ده مثلا ده انا كنت عامل له، كنت بشرح للاطفال عندهم 5 6 سنين وخليتهم يعملوا التجارب ديت، ان هو مثلا ايه بيبدا يكتشف الصور، اديته تقريبا 15 صوره القطط و15 صوره للكلاب وقدر يفرق بينهم. هنا مثلا بدا يفرق، لو انا عندي كميه فستق وفول سوداني يبدا ان هو يحلل ويفرق بينهم. هنا الصوره معاك دب ولا معاكش دب او حركه معينه. كل الحاجات دي بطريقه سهله جدا، انت مش هتكتب كود، احنا كل اللي احنا نتعلمه ما فيهوش كود. لو حد عايز يتعلم برمجه ممكن اقعد معاه واشرح له الفكره بتيجي ازاي. تمام؟ هنا بلاش الفيديو دوت، تمام؟ أوريك حاجة نعملها، دي أطفال يعني فعلا بسيطة جدا. طيب هنا أنا ده الفيديو اللي أنا عملته. البرنامج ده مجاني أوبن سورس مش محتاج خالص. خليته يصورني شوية صور وأنا بشرب قهوة وشوية صور وأنا ما بشربش قهوة. تمام؟ وبعد كده ببدأ أديله بقى صور هو ما شافهاش قبل كده. وأقول له اكتشف أنا بشرب قهوة ولا بشرب شاي ولا ما بشربش حاجة خالص. تمام؟ أهو بدأ يفرق ووصل في الآخر خالص قدر يتدرب ان هو 100% يعرف انا بشرب قهوه ولا ما بشربش. طيب هنا مثلا، هنا انا عندي مثلا عايز اعرف اوتوماتيك هو يعرف المبنى ده تكلفته كام او الايجار بتاعه كام او الحاجات دي كلها. ماشي؟ فبنبدا ندخله معلومات، يعني مثلا لو عدد الغرف كذا يبقى من كذا لكذا. طب لو هو عنده عدد حمامات، فتلاقي نفسك دخلت في ديتيلز ممكن العقل البشري يتوه فيها، انما الكمبيوتر كانه آلة حاسبة بيحسبها لك. بتدي له ايه الحاجات اللي على اساسها يقدر يقيم المبنى، فده تعليم موجه سوبرفايزد ليرنينج. زي برضو موضوع ان هو يتنبأ بالطقس تاني يوم، بيدرس كل النتائج ال 200 سنه اللي فاتوا بحيث يقدر يستنتج هيبقى عامل ازاي. تمام؟ طيب ندخل بقى على التعلم العميق. التعلم العميق هو ايه؟ ان الكمبيوتر هيفكر في حاجات انا نفسي ما اعرفهاش، يعني انا نفسي مش واخد بالي هو فكر فيها ازاي. تمام؟ عباره عن ايه؟ ان في خلايا عصبيه، احنا مثلا احنا الانسان بيفكر ازاي؟ الذكاء الطبيعي في خلايا في مخ الانسان. خلايا بتبدا انها تفكر، وهوريك صور ليها الخلايا العصبيه ديت، خدوا نفس الفكره وطبقوها في التعلم العميق، ان هو يبدا يفكر بنفس الفكر بتاعه الخلايا العصبيه. لكن الفرق ان احنا الخلايا العصبيه اللي ربنا خلقها اكثر دقه واكثر تفاصيل، هنا لسه لغايه دلوقتي ما وصلوش غير الخلايا العصبيه اللي بتاعه الفار. تمام؟ طيب هنشوف ان التعلم العميق ده ممكن يخليك تعمل حاجات انت نفسك ما تعرفهاش، يعني انت يعني المبرمج نفسه ما يعرفش المعلومه ديت. فبتلاقي عندك اي صوره زي كده بيبدا انها يدخل في زي حاجات كده ليارات معينه لحد ما يقدر يستنتج ايه الصوره ديت. يعني ده اللي بيحصل لما بتسال الذكاء الصناعي سؤال، ان هو بيعدي على الليارات. لو جيت تبص على شكل الخلايا العصبيه تمام، عنده معلومة معينة بيبدأ إن هو يحللها لحد ما يوصل في الآخر إن هو يقدر يستنتج إيديت. طيب تعال نشوف حاجات زي كده. فاكرين لما قلنا موضوع التعلم الآلي، قلنا إن هو ممكن تديله بيانات وهو يبدأ إن هو يستنتج المعلومات منها. على سبيل المثال هو هيبدأ يشوف إن في عناصر لها عناصر مشتركة هنا، ودول زي بعض ودول زي بعض. خلينا نعمل ريستارت كده. هو بدا يشوف ان دول قريبين من بعض، فدول كلهم هيصنفهم زي بعض، زي لما قلنا ايه التفاح والمانجا والموز والحاجات دي. فهو بيبدا ان هو يستوعب الحاجات ديت.
تمام. لو قدرنا نفهم الذكاء الاصطناعي هنفهم شات جي بي تي بيشتغل ازاي، لو فهمنا بيشتغل ازاي هنقدر نستفيد منه بشكل افضل. كم واحد هنا اشتغل على شات جي بي تي؟ أنا مين تاني؟ شات جي بي تي ممكن يفيدك في حاجات كتيرة جدا. تمام؟ بص هنا، لا دول ليهم صفات مختلفة، فاداهم لون مثلا أزرق، دول اداهم لون أخضر، وهكذا. ده عبارة عن إيه؟ اديته بيانات أنا ما أعرفش إيه الحاجة المشتركة بينهم، أو هو هيقسمهم إزاي، ويبدأ إن هو يقسمهم. طيب شايفين اللعبة ديت؟ اللعبة دي عبارة عن عسكر وحرامية. تمام؟ ده بحث علمي. ان هم بداوا يعملوا ذكاء صناعي للعساكر وذكاء صناعي للحراميه، ويقولوا لهم حاولوا بقى تتصرفوا مع بعض، يعني الحراميه حاولوا يهربوا والبوليس يحاول يقبض عليهم. تمام؟ فبدا يفكر، انا عندي مثلا بواب ويخش، طب انا هسد البواب ده عشان ما اعرفش يدخل. فالتاني بدا يجيب سلم وينط له. تمام؟ وبدا يطور نفسه، بدا كل واحد فيهم يطور التكنولوجيا بتاعته. دي فكرة سباق التسليح. فتخيل ان انت دول بتحارب بعض وتستعين بالذكاء الاصطناعي في انها توجد الحلول والمشاكل والحاجات دي. في الكورة. تمام، مظبوط يا باشمهندس. وفي فعلا، انا شغال في قطر، فاثناء يعني استادات كاس العالم والحاجات ديت، انا ملحد كروي ما بفهمش في الكوره يعني، بس اشتغلت في كذا استاد بتوع كاس العالم، فكان شفنا الحاجات الموجوده، يعني اللاعب بيشوط الكوره وبعد كده الكمبيوتر يقول له انت لعبت صح غلط، وحاجات رهيبه يعني. في مصروف كتير قوي على كاس العالم وعلى الكوره، وبيحللوا الحاجات الكوره والحاجات ديت. تمام؟ الحراميه بداوا يعملوا ايه؟ يسرق الحاجه اللي البوليس كان بيدخل من خلالها. تمام؟ بداوا يوجدوا حلول ما كانش المبرمج عارفها، لدرجه ان هو قدر يلاقي ثغره في اللعبه واستغلها، ما كانش عامل حساب فيها. بص بدا يهرب يحطها ويهرب منها. تمام؟ يعني هي دي فكره الذكاء الصناعي، التعلم العميق بقى بيقدر يجيب لك حلول انت ما كنتش اصلا مفكر فيها. تمام؟ هنا بقى بدا ايه؟ عايز العربيه تتعلم انها تركن صح، فاداها الهدف بتاعها انها تركن. عملت كذا تجربه غلط لحد ما في الاخر، يعني بعد 3000 تجربه قدرت انها تركن صح. تمام؟ في الاخر خالص بقى، بس بعد كده خلاص بقت حاجه اساسيه وبقت موجوده في كل العربيات اللي جت بعد كده. طيب نكمل. الخلايا العصبية بتبدأ تاخد معلومة وتبدأ إنها تحللها وتبدأ تدي لكل واحدة فيها الوزن بتاعها. يعني مثلا احنا، انتوا عاملين سمك النهاردة ولا عاملين فراخ؟ ممكن من خلال الأنف تحس، أو من خلال اللمسة، أو من يعني كذا حاسية، فكل حاسة فيهم بيبقى ليها قيمة معينة. تمام؟ فبتقدر تستنتج منها الحاجة دي يعني هتعتمد عليها ولا لأ. ماشي؟ طيب هنا مثلا خلى لعبة سوبر ماريو اللي كلنا عارفينها، خلاه يلعب من غير ما يشرح له انت تموت امتى او امتى تكسب، وهو لعبها كذا مرة لحد ما قدر يفهمها. ده اللي هو ايه؟ الـ reinforcement learning، التعلم بالتجربة. خلاه يلعب اللعبة من غير ما يشرح له اللعبة تلعب ازاي، وهو بقى يفهم اللعبة دي. برضو اللي هي العصاية اللي الكرة بتخبط وتطلع، فاول مره هو ما برمجهوش. يعني الجميل ان انت مش بتبرمجه على حاجه، بحيث لو اديته لعبه جديده هو يقدر ان هو يتعلمها، حتى لو انت نفسك ما تعرفهاش. انت بتفهم بس ايه الخوارزميه، ان هو لو انت خسرت حاول توجد حلول تكسب من خلالها، لو انت كسبت قرر المكسب. فيقدر يفهم ان هو لما الكوره بتخبط فيه هو بيكسب، فبقى بيتعمد ان هو يتحرك يمين وشمال بحيث ان هو يخبط في الكوره ويكسب على طول. وفي الاخر اكتشف ان هو لو خبط الجزء ده والكره طلعت فوق هيكسب بسرعه. نخش بقى في الشبكات العصبيه العصبونيه الاصطناعيه اللي هي الاي ان ان. هم جربوا كذا مره عايزين يوصلوا للذكاء الاصطناعي، وعملوا محاولات كتيره وقصص كتيره وافكار كتيره ومؤتمرات،
وفي الاخر قال لك طب ما نعمل نفس الشبكه اللي ربنا عملها في الانسان، الشبكه العصبونيه الاصطناعيه، نجيب واحد بتاع طب ويقول لنا ايه الخلايا دي بتشتغل ازاي ويبدا ايه نتعامل معاها. فقال له اي خلايا بيبقى فيها انبوت وبعد كده بتتنيل وكل واحد فيهم بيبدا يحلل الداتا، في الاخر بيوصل للاوتبوت اللي هو بيوصل للمخ ويدي له الداتا اللي احنا عايزينها. هي دي حاجات بيولوجيه بحته، فبداوا ان هم يكرروها لحد ما ايه قدروا ان هم يقربوا من فكره الذكاء الاصطناعي. طيب تعال نشوف. تمام، خليني اقللهم لك شويه عشان تبقى الموضوع واضح. ابسط حاجه ان انا عندي لير اهي وخلاص على كده. طيب انا عايز تبقى فيه ليرين انبوت واوتبوت، بس عشان الموضوع يبقى اقوى خلينا نزود لير كمان. تمام بالشكل دوت. تمام، وخلينا نحطها كده. عبارة عن ايه؟ اي داتا هتيجي هتبدأ نقارنها ونشوف هنستفاد منها بأي حاجة والقيم بتاعتها. يعني شفت مثلا صورة مش عارف ده كلب ولا قطة، طب هو صغير ولا كبير؟ يبقى انت كده بتتكلم على الحجم. طب هو الديل بتاعه عامل ازاي؟ طب هو صح ولا لا؟ خلي بالكو ان مثلا زمان يقول لك ايه، ما تصدقش حاجه غير لما تشوفها بعينيك صوره. دلوقتي يقول لك لا، ما تشوفش حاجه غير لما تشوفها فيديو. دلوقتي حتى الفيديو بيتضرب وبيتعمل. فاصدق ايه؟ لازم تشغل عقلك، يعني اصبح قيمه الصوره مش هي الحقيقيه، القيمه ان انت تحلل الداتا، العقل البشري يحلل الداتا ويستنتج هل هي دي صح ولا غلط. فهي دي فكره الخلايا العصبيه اللي احنا مش بنشوفها. الفرق بقى بالتعلم العميق ان بيبقى فيه خلايا في النص كتيره قوي. تمام، يعني هتلاقي هنا خلايا كتيره جدا بنسميها هيدن لاين. الخلايا دي اللي هي هيدن لاير ما بتظهرش، هيدن لاير ما بتظهرش، اللي بيظهر اللي هي الانبوت والاوتبوت. يعني كان من ضمن الحاجات الظريفه ان هو كان فيه كلب شبه ديب، يعني الخبراء ما بيعرفوش يفرقوا بينهم، فبعثوا للذكاء الاصطناعي قالوا له دي صور، الصور اهي وانت حلل لنا ده كلب ولا ديب. فقدر يحلل بنسبه صح 100%. هم مش عارفين حلل ازاي، فلما بداوا يدرسوا اكتشفوا ان هو كان بيركز على الباك جراوند او الخلفيه بتاعت الصوره. الكلب بيعيش في البيوت، فلما تكون الصوره ملتقطه في البيت يعرف ان ده كلب، لما يكون الصوره في الجليد يعرف ان ده الديب اللي هو بيعيش في الجليد. تمام، دي فكره الخلايا العصبيه. وكل ما تزود الهيدن لاين كل ما بيجيب لك نتائج انت نفسك ما كنتش واخد بالك منها. يعني كل ما تزود تلاقي بقى ايه، بدأ يجيب لك نتائج، بدأ يبدع في الحاجات. تمام، فالفكرة الخلايا العصبية دي بدأت تعمل ابداعات، بدأ في انواع كتير قوي من الخلايا العصبيه. اللي هي لما بتسأل شات جي بي تي بيلجأ للخلايا العصبيه، بتسأل ميدجورني بيبدأ يفكر بشكل دوت. تمام، الفكره بس كلها في الوقت، يعني لو الخلايا صغيره هيجيب لك النتيجه على طول، يبدأ ان هو يحلل لك الداتا. انما لو حطيت حاجات كتيره بشكل دوت هيجيب لك النتيجه ادق بس هياخد وقت. تمام، ممكن ياخد ساعه ساعتين ثلاثه. ليه بقى البرامج والمواقع زي ميد جورني وشات جي بي تي ما بياخدش وقت؟ لانه بيعتمد على سيرفرات عملاقه جدا. بمناسبه الاستدامه، بمناسبه الاستدامه، ايه التاثير السيء للذكاء الاصطناعي؟ النقاش مفتوح. هل الذكاء الاصطناعي ليه اثر سيء على البيئه؟ الذكاء الاصطناعي هل ليه اثر سلبي ولا كل الاثار ايجابيه؟ الذكاء الاصطناعي بيحتاج اجهزه عملاقه فبتسخن الجو، فاحنا عندنا اصلا احتباس حراري، فدي مشكله لوحديها. عشان تبرده محتاج كميه كبيره جدا من الميه. تمام، تكلفه الفواتير بتاعت الكهرباء بتاعته رهيبه جدا. التأثير السيء بتاع الكربون اللي فيه سيء جدا،
يعني تكلفة ان انت تشغل ذكاء صناعي عملاق، احنا مش بنتكلم على الحاجات العادية، احنا بنتكلم على ميد جورني وشات جي بي تي والحاجات دي، بالذات شات جي بي تي بيحتاج اجهزة عملاقة وبيحتاج كبريت عملاق وكربون بتاع، يعني ليه اضرار، فلذلك احنا لازم نستخدمه بشكل يحقق لنا الاستدامة، يعوض الخسائر اللي هو بيعملها لنا. وضحت؟ دي انواع كتيرة من الشبكات العصبية. في شبكات عصبية مثلا تبدأ تحلل تتنبأ بالحاجة اللي بتحصل بعد كده. في مثلا الديب فيك، الديب فيك حد سمع عنه؟ ايوه في حد سمع عنه. قول لنا بقى يا باشمهندس يحيى، ايه هو بقى الديب فيك؟ او اي حد يقول لنا ايه هو الديب فيك؟ الديب فيك دي تولز بتقدر تعدل على الفيديوز بحيث ان هو لو شخص معين عمل فيديو بيتكلم فيه زينا دلوقتي، اقدر اركبه على حد شخص تاني، شخصية مهمة مثلا زي ما عملوا مع بايدن فيديو اللي قبل كده. الله ينور. طيب بص يا استاذ الفاضل، كلامك كله جميل. انا نفسي ذهلت لما نزلت قبل كده تطبيق وقلت له ديب فيك، بدي له صوره اي شخص ويركبها اي فيديو في ثواني، لا بكتب كود ولا بتعلم حاجه ولا اي حاجه خالص، ده هو بيقول لي اختار الفيديو واختار الصوره وانا اعملها لك. يعني بص بقيت ايه، يعني ايه الحاجات دي؟ ده كان زمان بيحتاج اجهزه عملاقه وبيحتاج ان انت تمشي ثانيه ثانيه، كل ثانية بيبقى فيها مثلا تقريبا 25 فريم او 32 لو بالنظام البال الامريكي، ما محتاج بقى تمشي كل ثانية على 25 فريم عشان تظبطها، ده بقى في ثواني ويطلع لك النتيجة في ساعتها، في حاجة رهيبة. فاكتشفنا ان سببها شبكات عصبية بيعمل ايه؟ واحدة فيهم بتألف الصورة والتانية بتحاول تكتشف الغلطات ويبعت له يقول له خلي بالك عندك غلطة الفلانية، فيصلحها ويبعتها له يقول له اعمل تشيك فيصلح، فالتاني يقول له لا خلي بالك ان في صباع هنا زيادة، الايد هنا مش مظبوطة، فبقى في ثواني وانت مش واخد بالك قدر يعمل الصورة بشكل بشع، قدر ان هو يستغل الشبكة العصبية ان هو يقدر يعرف الاخطاء اللي عنده في الصورة او في الفيديو ويصلحها لنفسه. تمام، اللي هو بيسموها شبكات الخصومية التوليدية، جينيريتيف ادفيرسيال نتورك. دي شبكة عبارة عن شبكتين في بعض بيلعبوا مع بعض، واحدة فيهم بتفبرك بيانات والتانية بتكتشف الفبركة فين، تمام، سواء صور او فيديو او صوت. تمام، بقى الموضوع خطير جدا ان انت تقدر تفبرك حاجات والكمبيوتر في خلال ثانية يفبرك ويصلح ويفبرك ويصلح ويفبرك ويصلح ويديها لك. تمام، دي اللي هي بيسموها ايه، شبكات خصومية توليدية او جنريتيف ادفيرسيال نتورك. ماشي، اللي هي عبارة عن كده بيبقى في معلومة معينة ويبدأ يتشيك وبعد كده يرجع حاله وبعد كده يبدأ ان هو يكمل. طيب في شبكة بقى اسمها ايه، شبكات عصبية تلفية، ان هو يستنتج الصورة، لما اديله صورة يبدأ ان هو يستوعبها. يستوعبها ازاي؟ اول ما ياخد الصوره يبدا يقسمها، الودان لوحديها والانف لوحديها والعين لوحديها والوحديها، يقدر ان هو يفهمها يستنتج انها قطه. فلو اديته اي حاجه يقدر ان هو يستنتجها، اديته فيل، اديته مباني، اديته تصميم معين يقول لك ده التصميم ده قريب من زو حديد، التصميم ده قريب مثلا من حسن فتحي وهكذا، يبدا ياخد المزايا اللي موجوده ويبدا ان هو يفهمها. الطائر مثلا يبدا ان هو ياخد الداتا ويبدا ان هو يحللها ويبدا يعرف هل ده طائر ولا كلب ولا قطه ولا الحاجات دي كلها. تمام، زي مثلا تدي له صور ممكن تكون مش واضحه، يبدا ان هو يستنتج الصوره دي ممكن تكون ايه. العربيه يبدا ان هو يحلل كل جزء في العربيه عشان يقول لك ان دي عربيه. طبعا ممكن ندي له داتا كتير قوي، تمام، كل صور حيوانات تديها له وهو يبدا ان هو يتعلم ويبدا ان هو يفهم ايه هي. وده يفيدنا بقى ان هو على طول بقى الكاميرا الفيديو اللي شغاله تبدا تستنتج كل حاجه في ثواني. لو اكتشف مثلا ان حد، يعني من ضمن الحاجات اللي في سمارت سيتي ان هو لو لقى حد ماسك مسدس اوتوماتيك يطلق انذار ويبعت للشرطه ويقفل الابواب، كل ده اوتوماتيك لو اكتشف ان في صوره مسدس او صوره اسلحه موجوده. تمام، هنا الكاميرا بتبدا تصور،
فبدات تستنتج كل حاجه. لكن احنا لعبنا لعبه وحطينا فيل في الصوره اللي هي على اليمين دي، حطينا فيل، فبدا يحصل لخبطه، وبدا ان هو يعني ايه ده، احنا في البيت ولا في غابه ولا، لخبطناه شويه. ويقدر يستنتج الكلام اللي مكتوب، يعني بالذات العربي في شغل دلوقتي اليومين دول، لان العربي ليه حالات خاصه باسباب كثيره، فبيركزوا على ان هو يقدر يفهم الكلام العربي. طيب لحد كده في اي مشاكل؟ عشان احنا داخلين بقى في الحاجات الحلوه بقى، هنبدا يعني نشوف تطبيقات عمليه. ندخل ولا ايه رايكم؟ طيب حضرتك يا دكتور. ماشي يا استاذ. بص يا استاذ الفاضل، دلوقتي هنبدا نشوف ازاي نستخدم الذكاء الاصطناعي في الشغل المعماري. تمام، هنلاقي فيه ادوات كتيره جدا، منهم مثلا اداه اسمها مايكروسوفت كوبايلوت. مايكروسوفت كوبايلوت يعني ايه؟ مايكروسوفت استثمرت كتير في الاوبن اي اي، شركه اوبن اي اي، فقال لهم طيب خلاص احنا محتاجين ناخد منكم بعض المزايا تبقى موجوده عندنا. فبقى في كوبايلوت في الاكسل وفي الوورد والباوربوينت، يعني وانت شغال ممكن تقول له اعمل لي شرائح معينه، اعمل لي بدل ما بتقعد تكتب كود اكسل وتقعد تحفظ اكواد، لا ممكن تكتب له بالعربي انا عايزك تعمل لي كود يجمع لي الارقام وهكذا. ماشي، طيب اوريك امثله على الكوبايلوت دوت. تمام، انت اهوت ده موجود في الويندوز عادي، اللي هو الزرار ده موجود كده كده في الويندوز، بتدوس عليه بيوريك كوبايلوت للويندوز. تمام، فمثلا لو انت عايز تعمل حاجه في الكنترول بانل بس مش فاكر بتعمل ازاي، تقدر تكتب له تقول له غير لي كلمه السر او اعمل لي كذا. الذكاء الصناعي مش هيجيب لك، يعني هو في حاجتين، تمام، ان هو يجيب لك المعلومه يدور لك عليها ويجيبها لك، او ان هو ينفذ لك الامر اللي انت عايزه. ماشي، فده الكوبايلوت بقى موجود في الويندوز، بقى موجود في الاوفيس، وبقى موجود في حاجات كتيره جدا. ماشي، فبيوفر لي وقت. بص هنا ممكن اقول له تيرن اون دارك مود. يعني ايه تيرن اون دارك مود؟ يعني خلي الشاشه والواجهه كلها سوداء. تمام، او اعمل لي بيرسونال ويب سايت، اعمل لي ويب سايت اتش ام ال وجافا سكريبت وسي اس اس. تمام، دي لغات برمجه، او اتش ام ال هايبر تكست مارك اب لانجوج جافا سكريبت وسي اس اس. تمام، كل الحاجات دي يقدر ان هو يعملها لك. يعني اقول له اعمل لي بيرسونال ويب سايت، يبدا بقى يديني الكود وكل حاجه. اقول له غير لي الساعه، اظبط لي الساعه، مش هيقول لي تظبطها ازاي، لا يظبطها لي. زائد ان في حتتين حلوين، في ان انت تقول له بالصوت، يعني تستخدم المايك وياخد الصوت بتاعك ويعتبره كتابه ويبدا ان هو يتعامل معاه، زي ما قلنا دي من انواع الذكاء الاصطناعي. او ممكن ترفع له صوره او تعمل خليه يصور لك، ياخد الصوره ويبدا يحلل الصوره دي ويبدا ان هو يديك معلومات عنها. فده الكوبايلوت. اوريكم حاجه في الكوبايلوت، تعال نشوف حاجه في الكوبايلوت. ماشي، انا على طول بشتغل على جوجل درايف، مع ان معايا نسخه اصليه من المايكروسوفت بس ما بحبش استخدمها. فاوريك حاجه كده في ان انا عايز اعمل شرايح عن حاجه معينه. ماشي، في اكستنشن ونفس الفكره موجوده في الاوفيس. اكستنشن هخليه هو يعمل لي شرايح عن اي موضوع انت عايزينه، اقترح علي اي موضوع، اي موضوع يخطر في بالك. تمام، انا مسطر حاجه اسمها ماجيك سلايد وحاجه اسمها سلايد اي اي، يبدا يعمل لك السلايد. يعني ايه؟ هنشوفها مع بعض. انا المفروض دلوقتي ان انا هدي محاضره في حاجه انا مش عارفها. تمام، اختاروا الموضوع وقول عليه وانا هخليه يعمل لي الموضوع دوت. اختاروا الموضوع، حد يختار موضوع كده يكون ممكن انا احسن فيه. بص هنا ممكن يعمل لك جنريت بي بي تي، او تدي له يوتيوب وهو يحول لك البي بي تي، يعمل لك عليه عرض تقديم، هدي له الفيديو، او ادي له بي دي اف وهو يعمله، او ادي له موقع وهو يعمله، او ادي له او اسك، انا هقول له جنريت بي بي تي. تمام، طيب خلينا نتكلم على الاناتومي.
طيب لو كتبتها له بالعربي هو يفهمها، بس الافضل تكتبها له بالانجليزي. تمام، فخلينا نكتب كلمه anatomy. ساينس. طيب بص، انا هاخد الكلمه اهوت وهديله دقيقه او قول دقيقتين اهو. تمام، بيقول لي بقى اختار انفو سورس لو انت عايز تديله موقع معين، واقول له انا عايز 10 شرايح جنريت. تمام، بيقول لك هياخد دقيقتين بالظبط. اه بيقول لي ان انت استخدمت كل يعني استخدمت كل الحاجات اللي ببلاش، بستخدمه بشكل دقيق. انت بتديله موضوع، اسم الموضوع بس، تقول له مثلا عايز اتكلم عن الانوتومي، هو يبدأ يألف لك كل حاجة. انت التكست، تمام، عدد الشرايح، تمام. هو بيقول لي اكتب شوية حروف كده تاني، انت فور كيز تو اندر هو بيقول لي اكتب بيانات كتير عشان ايه اقدر افهم. طيب هقول له اعمل لي بقى شرايح. اللي فات كان مشكلتي ان انا ليا حد معين خلصت لحد ده. تمام، خلي بالك في الجنب بدأت تظهر هي معلومات عن الاناتومي. تمام، وخلص. طيب بيقول لي خلي بالك انت لو بفلوس هعمل لك حاجه احسن. ماشي ماشي، كتب له اناتومي ساينس فور كيدز، وبدأ يشرح لي ايه هو والمعلومات الأساسية، المصطلحات الأساسية والهيومن بادي، وبيقول لي فان أناتومي فاكتس، بيديني معلومات ظريفة. تمام، لأن أنا قلت له أطفال فهو بيحاول إن هو يسهلها لي. إكستنشن أدنس جيت أدنس، اكتب إي آي، اكتب شات جي بي تي، اكتب أي حاجة هتلاقي حاجات كتير قوي. أنا عاملها للإيميلات بتاعتي، لما بيجي لي إيميل بقول له رد أنت على الإيميل، يروح رادد وأنا أوافق على الكلام أو أعترض عليه. الموضوع سهل ومفيش اي مشاكل خالص. تمام، ادينا كتبنا الموضوع ما نعرفش عنه اي حاجه خالص. ماشي، طيب احنا عندنا حاجه في الذكاء الاصطناعي اسمها لارج لانجوج موديل، اللي منها شات جي بي تي، اللي منها جوجل بارد، اللي منها يعني بينج. تمام، كل الحاجات دي. طيب تعال نشوف دوت. انت ممكن تقول له اكتب لي كود، يعني شات جي بي تي ممكن تقول له برمج لي حاجه فهو يعمل لي برمجه لك. ماشي، اسمها ال ال ام مش السجاير، اللارج لانجوج موديل. تعال نشوف حاجات تانية برضو. ده مثلا موقع بالعربي. تمام، حاولوا تجربوا الموقع العربي ويعني هكون افضل. تمام، حتى احطها لكم اهي في الشات. ده موقع اسمه كاتب. تمام، بتقول له اكتب لي موضوع عن اي حاجه يساعدك في الكتابه، بس لازم تقرا وتتاكد من الكلام لان انت اللي هتحمل المسؤوليه بتاعتها. ده موقع اسمه ايه، كاتب. بتختار انا عايز اكتب موضوع علمي، عايز اكتب موضوع كذا، فيبدا ان هو يكتبه لك. تمام، ده الاوبن اي اي كودكس اهو، بتبدا تدي له اي موضوع هو يبدا ان هو يكتبه لك.
هتلاقي هي الحاجات كلها برضه هحطها لكم. عندنا شات جي بي تي، واعتقد ان هو مش عارف مقفول في مصر ولا ممنوع. شات جي بي الميتا اللي هو بتاع الفيسبوك عامل حاجه اسمها لاما، تمام. جوجل عامله بارت، البي او اي ده ممتاز، ده بيخليك تجرب كلهم مع بعض، يعني حاطط لك هنا اكتر من حاجه تقدر انت تجربها، تمام. تقدر تسال اكتر، تستخدم شات جي بي تي، تقدر تستخدم اي واحد من دول، كل دول تقدر انت تستخدمه، ماشي. كل دول كلاود، كلادا ده ممتاز. كلادا ده كان ناس شغاله في شات جي بي تي وسابوه وعملوا حاجه خاصه بيهم، فجميل زي شات جي بي تي، ماشي. كل دول تقدر تجربهم من الموقع دوت. انا كده كده هبعت لكم البرزنتيشن، تمام. فبس لو حد عايز ان هو يجرب مفيش مشكله. طبعا عندنا في حاجات بقى بتحول الكتابه لصور، تمام، زي ميدجورني، ستيبل ديفيجن، تمام. حد جرب الميد جورني؟ حد جرب الميد جورني؟ تمام. الميد جورني ابداع، تمام، لكن في حاجات تانية برضو قوية. الميد جورني مشكلته ان هو بفلوس، ففي حاجات تانية. طيب، كان حصل مشكلة ان في ناس فنانين رفعوا قضية، يعني انت ما بياخد الصور دي منين؟ بيطلع على الصور القديمة وبياخد منها حاجات، تمام. على فكرة في هيباتيا، هيباتيا دي فيلسوفة مصرية، وطبعا هنا سقراط وارسطو وافلاطون، دي من الصور الجميلة. ستيبل ديفيجن برضو من الحاجات القوية جدا، تديله تكست تحولات لصور. نكمل. دي كلها مواقع بتحول التكست لصور، تمام. ممكن نشوف ايه مثلا. موقع لوكا، لوكا ده مثل ان هو اغلبه معماري، فممكن يكون مفيد لينا، تمام. تقدر يساعدك في بعض التصميمات، يديله اي تكست تصمم لك الحاجه اللي انت عايزها. ايه تاني مواقع حلوه؟ طيب، موقع اسمه ادوب فاير فلاي، طبعا كلكم سمعتوا عن شركه ادوب، يعني مستحيل ما يكونش حد سمع عنها، ماشي. في حد ليوناردو، ليوناردو معانا، هنبص عليه، حاضر. فاير فلاي ده عباره عن ايه؟ ادوب قالت لك احنا هندخل في الذكاء الاصطناعي، هندخل الذكاء الاصطناعي جوه الشغل بتاعنا، ماشي. فقبل ما ينزلوها في الفوتوشوب وجربوها هنا، هو حاليا الفوتوشوب النسخه الرسميه فيها الذكاء الاصطناعي، تمام. طيب، بقى عندي حاجه اسمها جنريتيف فيل، وعندي حاجه اسمها تكست تو ايمج. تكست تو ايمج بتدي له كتابات ويحول لك لصور، تمام، زي ليوناردو، تمام. عندنا حاجه اسمها جنريتيف فيل. جنريتيف فيل يعني ايه؟ هتمسح جزء وتقول له عيد الرسم بتاعه، تمام. وده انا فعلا استخدمته في شغل خاص، يعني شغل في الشركه اللي انا شغال فيها، تمام. كل عليك ان انت بتمسح جزء وتقول له الجزء ده لونه لي بشكل معين او اعمله لي بشكل معين، فيقول له مثلا عايز مباني في قلب البحر، يبدا ان هو يعملها لك، تمام. بدل ما كان بتاخد جهد كبير، لا بقت سهل. التكست افكت، تكست افكت عباره عن ايه؟ بتدي له تكست وتقول له انا عايز تكست ده حروف فرعوني يعملها لك، انا عايزها ريش نعام، انا عايزها تلج، يبدا يعملها لك من غير ابداع ومن غير رسم ومن غير اي حاجه خالص. طيب، دلوقتي عندنا دي مواقع هي ادينا نفس تكست وطلعت لنا نتائج مختلفه. عندنا ستيبل ديفيجن، عندنا ديل 2، عندنا ميدجورني. كل المواقع دي اغلبها ببلاش، قليل قوي اللي بفلوس فيها، تمام. تعال نشوف ليوناردو. طيب، في ناس هتقول لك ان احنا دخلنا وجربناه وطلعت النتائج مش حلوه،
ده اي كل المواقع كده يعني، تلاقي ناس تقول لك احنا جربناه بس ما اداناش النتائج اللي احنا عايزينها. ليه؟ لان في حاجه اسمها برومت انجينير او برومت انجين، ان انت لما تدي التكست ممكن واحد يكتب ايه، يقول انا عايز بيت، وواحد يقول لا ده انا عايز بيت على طراز ذو حديد ويكون مكون من الومنيوم، ويكون يعني يبدا يحط تفاصيل معينه فيوصل للحاجه اللي هو عايزها. وضحت؟ محتاجه ان انت توصف صح عشان تطلع نتيجه كويسه. هو ليوناردو مجاني بس بيقول لي اعمل تسجيل دخول. طيب ممكن نستخدم الحاجات دي في الشغل المعماري؟ اه ممكن في الشغل المعماري تبدا ان انت تقول له انا عايز حاجه معينه، تمام، فيبدا ان هو يظبطها لك. تمام، خلي بالنا ان هو جواه كل دي انجن، تمام، كل يعني كل واحده فيهم بيديني نتائج غير الباقي، تمام، ففي حاجات كتير مختلفه. هتبدا انت مثلا ايه، اه ده اللي عاجبك تبدا ان انت تشتغل بيه على سبيل المثال دوت، اه تمام، فبيبدا يديني معلومات عنه فبقول له انا عايز استخدم ده. طيب بص هنا بيقول لي ايه، انت ليك 150 نقطه، تمام، كل ما تعمل صور هيخصم منك. طيب هنا محتاج صورتين ولا ثلاثه ولا اربعه ولا كم صوره انت محتاجهم؟ كل ما يعني الكلمه اللي هتكتبها يعمل منها كم صوره، تمام، يبدا مثلا عايز اجرب صوره او صورتين او 8 صور زي ما انت عايز. طيب البابليك ايمج يعني هتبقى الناس كلها شايفاها، هنا السكيل. وبعد كده كنترول نت، كنترول نت دي يعني بديله حركه معينه بيلتزم بيها، تمام، دي صور انا كنت قلت له اعمل صور، ماشي، لو دوست على اي صوره هيبدا يديني معلومات عن الصوره ديت، تمام، ويبدا ان هو يديني اختيارات ان انا اكبر صوره، ان انا اعمل لها داونلود او كده. طيب خلينا نعمل صوره مثلا، هقول له ايه، ارب بيك هاوس هاوس ميد فروم وود مثلا، تمام، تبدأ توصف الحاجة اللي انت عايزها، تمام، وتقدر تختار الستايل من هنا وتقدر تغير الخصائص وتقول له جنريت. هو بيقول لك الصور الأربعة دول هيكلفوك 11 نقطة، تمام، هو تاني يوم هيديك نقطة جديدة فما تخافش يعني. دي قلت له اعمل لي صور يعني مباني عصر الاسوات، بدأ يعملها لي وهكذا يعني. اهو عمل لنا الصور. تخيل الصور دي لو طلب منك ان انت ترسمها ممكن تاخد منك قد ايه؟ تمام، فحاجة لازم تستخدمه في شغلك. تمام، طيب نرجع دلتو تبع نفس الشركة اللي عاملة شات جي بي تي، فالشغل فيها برضو قوي. طيب البرومت ان انت الكلمات اللي احنا كتبناها زي Arabic home from wood دي برومت مثلا، تمام، وفي ناس بقت بتشتغل بمرتب حلو انها تخصصها برومت انجين او برومت انجينيرنج، تمام، يقدر ان هو يكتب تكست كويس. ده موقع برضو زي موقع ليوناردو، تقدر تختار الستايل اللي انت عايزه ويعمل لك حاجه بروفيشنال. تمام، دي مثلا صورة قلت له اعمل لي برج كبير ويكون يعني معمول من الإزاز ويكون فيه لوفر، عمل لي كل الكلام دوت في ثواني. الجميل ان انت لو طلبت منه نفس الصورة هيجيب لك حاجة مختلفة. تمام، طيب ممكن تيجي تقول له ايه، ورك سبيس، وتبدأ بقى تحط هنا البرومت اللي انت عايزه. انا كنت قايل له مثلا عايز باتمان مثلا في مصر، تمام، وتقول اختار بقى الموديل اللي انت عايزه.
انا مثلا هنا هختار مثلا بيلدينج، وتختار الحاجة اللي انت عايزها وتقول له جنريت. تمام، فيبدأ ان هو يعمل لك الصور زي ما انت عايز. طيب نكمل، هتلاقي مواقع كتير مش موقع واحد. ده محرك بحث، يعني لو كتبت له اي كلمه يجيب لك كل الصور اللي اتعملت بالذكاء الاصطناعي المتعلقه بالكلمه ديت. ممكن مثلا تكتب كلمه زو حديد، ممكن تكتب كلمه مباني، ممكن تكتب ايجيبت. وفي جنريت، جنريت هيعمل لك صوره خاصه بيك، صوره جديده. تمام، هنا جاب لي كل الصور، على الأقل بيعمل لك تغذية بصرية يعرفك بعض الأفكار اللي ممكن انت تفكر فيها. هنا برضو ده نفس الفكرة، دريم فيوجن. عندنا بقى الموقع دوت بيعمل لك ايه، اكتب له اي حاجة 2D يرسمها لك 3D ويلف لك من حواليها. يعني قول له مثلا عايز عربية، يبدأ يعمل لك عربية 3D. تمام، ده البيبر بتاعتها، وكل الحاجات دي معمولة 3D، كل الصور اللي هتظهر قدامكم دلوقتي ده 3D. طيب انا مش حابب اطول عليكم اكتر من كده، بس حابب لو عندكم اي اسئلة. حد عنده اي اسئلة؟ يا شباب حد عنده اسئلة او حابين نكمل؟ شكرا حضرتك يا دكتور. الله يكرمك يا هندسة. حد عنده اي اسئلة بقى في اللي فات، في اللي جاي، في حاجة ملهاش علاقة بالمنهج خالص؟ مفيش مشكلة. لو في حد عنده أي حاجة ممكن نتناقشها. طيب خلينا نتكلم في نقطة كده سريعة. تمام، بصوا دي أهم الحاجات الخاصة بالاستدامة على مستوى العالم. بيقول لك احنا مهتمين جدا بالحاجات زي كده، القضاء على الفقر، القضاء التام على الجوع، الصحة الجيدة، التعليم الجيد، كل الحاجات دي ازاي فكر فيها، ازاي نستخدم الذكاء الاصطناعي في ان احنا نوجد حلول. يعني ممكن ندخل على شات جي بي تي ونقول له اوجد لنا حلول مثلا لقضاء على الفقر او الجوع مثلا، ازاي ان احنا نستخدم الثمار بحيث انها الارض تعطي منتج اكتر، يعني او ان احنا ازاي ننظف المياه، فهو يوجد لنا حلول. احنا محتاجين ان احنا نبدا نفكر مع بعض ازاي ان احنا نستخدم الذكاء الاصطناعي ونستخدم العماره ونستخدم الحاجه اللي احنا بنتعلمها في ايجاد حياه افضل للانسان. فالذكاء دي الاصطناعي الحاجات اللي اتناقشت حلولها في مؤتمر المناخ. مظبوط، هي دي حاجه ثابته على مستوى العالم كله. يعني هم 17 هدف من أهداف التنمية المستدامة موجودة في يعني مؤتمر المناخ اللي كان موجود. أنا عضو في لجنة التدريب بتاعت منظومة لأجل مصر للتنمية وحاجات زي كده، فكان دي الأهداف اللي إحنا عايزين نحققها. تمام، دي أهداف تبع مصر والأمم المتحدة وتبع السعودية، كل الدول بتفكر إزاي إن إحنا نعمل تعليم جيد. فازاي ان احنا نستخدم الذكاء الاصطناعي في ان هو يوفر لنا تعليم جيد. ممكن ان احنا نوجد في مواقع بتبقى متخصصه انها تديها موضوع يبدا يديك اسئله ويبدا يناقشك وحاجات زي كده. ممكن ازاي نحسن الحياه في البر، ازاي ان احنا نحسن العمل المناخي، يبدا ان هو يكتشف اضرار مثلا غازات معينه وازاي ان احنا نقللها، ايه البدائل. يعني في اوقات كتير مثلا اقول له والله انا في مشكله معينه مثلا
لكيس البلاستيك، طب ايه الحلول بتاعتها؟ وانا راح اشتري مثلا، مش عايز اخد اكياس بلاستيك كتير، فاخد معاك مثلا كيس قماش وهكذا. فاستخدم الذكاء الصناعي في ان انت توجد ازاي نحقق اهداف التنميه المستدامه، ازاي ان احنا نعمل انتاج كويس ونقلل الاستهلاك، وان احنا نشتغل مثلا القضاء على الفقر مثلا، ازاي ان احنا نعمل طاقه نظيفه، ايه الافضل حاجات، ونبدا نسال الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي وجوجل بارد والحاجات دي كلها. وانا فعلا بساله في حاجات زي كده، بحيث ان الواحد ياخد افكار ممكن يكونش واخد باله منها. ماشي، فيا ريت لو حد فكر في فكره حلوه يقول لنا عليها وندرسها مع بعض، لان دي الاهداف الاساسيه اللي كل العالم بيحاول انه يحققها، اساسي بالنسبه لنا. ازاي ان احنا نحسن الصناعه، ازاي ان كل واحد فينا يبتكر فكره جديده، ازاي ان احنا مثلا يعني جمع القمامه مثلا، في حلول كتيره، منها مثلا كان حل في العراق، حط سنسور على العربيه الجامعه بتاعت الزباله، بحيث انها هي اللي تدي انذار ان العربيه تيجي عندها، بدل ما تروح وتلاقيها فاضيه او تروح تلاقيها ماتت من زمان، فاول ما توصل 90% بيبدا يدي انذار مثلا. في مثلا كنت شغال في مشروع كده في لوسيل، المنطقه ديت قالوا ايه، احنا مش هنبعت عربيات ليه، لا ده يبقى في زي حاجه تسحب من تحت الارض، وبحيث انها تتجمع في مكان بره المدينه خالص، يعني هيبقى في بدل ما انت بترمي في حاجه وتجمع تحت، لا هترمي تتجمع تحت المدينه خالص، بيبقى في مواسير كبيره تبدا انها تسحب المخلفات لبره المدينه وهكذا. دي افكار كتيره جدا، فلازم احنا ايه نبدا ان احنا ممكن نعمل شويه حوارات كده موجوده. طيب لو حد عنده سؤال قبل ما يقفل، وان شاء الله المحاضره الجايه هنكمل في الذكاء الاصطناعي. بعد كده هنعمل تجربه كده مع بعض، كان في مشروع بيم وبنناقشه مع بعض وبنحاول نحط الافكار، وبعد كده نبدا ناخد برنامج نطبق عليه الشغل الريفت اللي احنا عملناه. يعني بعد ما عملت الريفت عايزين نشوف ايه الحاجات الاستدامه اللي ممكن تفيدنا. تمام، فانا لو حد عنده اي سؤال، اي استفسار، حاجه خاصه بالشغل، حاجه خاصه بعد التخرج، الغش في الامتحانات، الحاجات دي كلها ممكن نتكلم فيها عادي، مفيش مشكله. اي استفسارات؟ طيب خلاص، انا هبعت لكم البرزنتيشن ان شاء الله، وابعت لكم برضو التسجيل، ولو في اي اسئله يا ريت تقولها لنا، يعني في اي يوم، انا تحت امرك في اي وقت. ماشي، شكرا يا دكتور. تحت امرك يا استاذ. الله يكرمك، السلام عليكم.